شو خصك أنا لوين رايح؟ بيقولوا لك يا أنت مسترجلة، أنت قوية، ليه المرأة طول بدها تضلها تشوف حالها هي فيكتم؟ أنا عم بقول على صوت عالي تو سامبلومون اللي ما حدا عم بيقوله كان قبلي، الوجع مؤلم، هيدي لازم كلنا نعمل ريبورت للصفحة تاعيتها لأنها هي مأزية للمجتمع. أنت بس بدك تأذيني أنا عندي حق عندك، لو بدها تتربق السما على الأرض أنا بدي آخده. في عندكم هيدي الصعوبة برجوليتكم أنتو؟ أنكم تتقبلوا إنه يكون في مرأة قوية قدامكم؟ بس ما عم بيعرفوا هالرجال شو عم بيصير من ورا ظهرهم. المرة النكده هي المرة اللي كتير بتطلب، قلبك بحب بس مع عقلك اللي بيعشق. بليز شيليلي اياه من دماغي، انا كنت بحاجة بس انت ما كنت موجودة. الرجال اذا بده مرة شو بيحاول يعمل ليوصلها؟ صح، بتعجبهم فكرة انه هن عم بيقشطوا رجال لمرة تانية.